هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي بدنا نحكي عن الهموم مين الظالم والمظلوم ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً وفلان بدنا نحكي بأعلى صوت هالفوضى شو فيها جنان جن وغني وعل الصوت عم نحكي عفلاً كلمات ولا أروع من هيك تفضل تفضل أستاذ وعلى عيد مولدين والناش مولاين جسر الحديد انقطاع من بوس رجلاين عن عيد مولدين والناش مولاين جسر الحديد انقطاع من بوس رجلاين مشوار مشيت الصباح مشيت عصرية يا حباب لا ترحلوا ظلوا حوالي هي عربية لحظة بالله لحظة أستاذ لحظة السلام عليكم شو يا شباب والله لحن حلو أول مرة بسمع هذا الكلام إيه والله اللحمة طيبة حلو أستاذ فؤاد بيعرف يعزف على الطبلة عزف لنا خلينا لحظة شوي شو طبلة ما طبلة اسمع أنا جايب ملحن معي أستاذ عم لحن نحن عم لحن يا أستاذ يو استاذ من 3 يوم انا عم بدور على غطا الترمسه تبع المي اللي بيشربوا منه الممثلين ايوه بتطلع انت يا ساره لا مو ساره عم ندق لانه ما في طبلي استعاره يعني بروفا يا استاذ بروفا اسمع اللحن استاذ اسمع مين هاد هذا الاستاذ ابو النور هذا الملحن والكاتب المعروف انا جايبه لهون على الفرقه شلونك استاذ ملحن اهلين استاذ انا مخرج وحابب امثل قلت لي بدك تمثل ما هيك ايه استاذ تفضل صح استاذ معك 500 ليره بس اذا سمحت مشان مشي الامور في شيء هو وصخ بالمسرح ما بصل المسرح لا كله اليوم مشان نظبط لك القصه بدنا نضيف لك بيجي المخرج هذا الاسمين ما بتعرف مو قدام العالم يا زلمه مو قدام العالم لسه شو استوز يعني والله عم عليك لسه حين ما بيجي واحد طيب بيناتهم كان اللي معه 500 يعني هلا استوز هذا بيعرف يغني لو انا ما باخذ مصاري ما بياخذ الدنيا هي ما بياخذ خلص استاذ انت اخذت ما في لك متابع شو تابع مالك شغل معنا بالفرق استاذ ما في لك شيء ما بيعرف يمثل ما بيعرف يمثل ما بيعرف شيء هذا ليش جايبه استاذ بس صوته حلو واداؤه جميل على المسرح والله صوته حلو خلص راح اعتمدك يعني هلا استاذ هذا بدي يغني لك اللحن جايب لي كلام ولحن جديد لسه بحياتنا ما سمعناه كلام جديد ولحن جديد برافو بس خلي الاستاذ فؤاد يدق معه على الطبله لانه هي طبله غطى الترمسي رح يغطى الترمسي يا استاذ اسمع تفضل برافو بعدين بنجيب طبله على العين شو قلت لي اول كلام على العين مليتين واحد اثنين
دوزن. اعطينا الري. الري. البي. البي. بي. اقول بي. طا. 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 صارت الف باء طا. ابط. 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 طبق. يعني هذا الطبق كثير مهم. ايوه. واحد اثنين ثلاثة. وعلى عين مليتين أستر بالبطاقة. تذكرت حسام. لا خلي حسام. لا لا تذكرت هاي الكلام اللي جايبه الأستاذ مؤثر جدا. يا والله أنا أول مرة بسمعه. تذكرت في زمان كنت ماخذ الدابة وماخذ شوال قمح بالدروع على المطحنة مشان أطحن الأمحال. إي والله طلعوا يوميتها طالعين على الجسر. انكسر الجسر. راحوا الأمحال قام طلعوا سكرات. والله ما أستاذ خلاص راوي يا أستاذ. والله قطعت لي قلبي يا أستاذ. إذا بدك منغير الغنية. غير الغنية يا أخي. الكلام حلو. الكلام حلو. أعطيه كلام حلو. جوا عم تقول. أعطيه كلام يروس له أستاذ. غير غير غير. على العين مليتين أحلى. أنا عم أقول يعني الكلام. إيه هي على العين. هاي غير هدي. أحلى على العين. الله. شو صار معه؟ لك يا استاذ انا المطرب مو انت. روح ارجع لورا. شو ما انا كنت عم غني يا استاذ. هلا يا استاذ جايبين ملحن مشان اغني. فايت بالمود. بس هاي الاغنيه كثير حلوه يعني بتساق فرحيه. هاي الاغنيه ايه هذا الجو اللي بحبه مشان الراس والدبكي. العالم بدها تدبك لك. لكن هيك فرحيه. استاذ عم يقول لونك مو هيك. لوني لا لوني احمر برتقاني ليموني ملون. ملون استاذ. ايه ملون. لونك مو هيك. مش انا شو لوني؟ مو بعرف. لونك موف. موف. انت لونك مثل لونه. كارويات كل كراي رايح يعني كراجات. استوز اعطينا هي. اعطينا هي غنية. ايه غنية هي. شو اسمها هي المطربة هي تبع هي اللي بتغني. شو اسمها؟ نانسي عجرم. بتعجرم الجو. ايوه نانسي. نانسي عجرم لنا الجو. عجرم لنا الشغل. يلا ذكرني بشي غنية. يا رب رب الوجه الصبوحي. اعطيني الدي. صباح الخير يا شباب. اهلين استاذ. صباح الخير استاذ. بس اذا سمحت استاذ عم نغني بدي اخذ الدي منه. شو هالحكي؟ اعطيه الدي يا زلمه. اعطيه الدي. اعطيه. والله عيب عليك يا استاذ. لازم تعطيه الدي. ح ح دي دي. شو راكب حصان دي حال. مو مزبوط. مو مزبوط هذا. صار له الدي. حضرتك جاي هلا نحن جايبينك تمثل وتغني. استاذ صار له الدي. لا انا بعرف احسن منه. اعطيني الدي. رد علي. استاذ هذا الفنان. انا ملحن استاذ. ملحن ان شاء الله. كل واحد حمل عود عمل حاله ملحن. مين جابك لهون؟ انا استاذ. هذا جابه لهون. انت باي صفه عم تجيب العاله؟ استاذ انا رئيس الفرقه. شو طول بالك استاذ. مين عينك رئيس فرقه؟ مو سوينا انتخابات. انت سويته ضرب سخن. انتخابات. بلا انت ما تصير يا استاذ. يو استاذ لا تخاف. خليك رجول. خليك رجول. شو استاذ؟ اعتز بنفسك. شو استاذ؟ شو بدك انت؟ عود عود. شو بدك؟ عود عود. لا تخاف. قال عود. هذا مجنون. عود. والله فيني. انت عينتو رئيس فرقة. بس فهموني والله. يا استاذ انت ما صار لك شهرين غايب. ايه. نحن عملنا هون انتخابات. ايه. مين بده يضبط الفرقة؟ ايوه عملنا انتخابات. هلا استاذ
كان مشرف على الانتخابات. ايه انا كنت مشرف على الانتخابات ومرشح حالي، صرت رئيس الفرق. لا تصدق ما حدا اخذ رايي. مو انت انا رايي استاذ ماشي ام قالوا لي اعطونا صوتك. ايه مجلس الشعب قال لا هون فرقه اعطونا صوتك. الله يعطيك العافيه. ايه الله يعطيك العافيه. وانت يا افندي انا انتخبته. استاذ بعدين استاذ مين انتخبت؟ انا لا كنت عم دور على غطا ترمسي لانه ترمسي هذا الاستاذ سارقها وعم يدق عليها. هو انا فؤاد اللي سارقها استاذ. هذوك ايه استاذ انا استاذ جايب الاستاذ كلام بس الكلام ما كثير عجبني في فرايح. انا مساوي كلام انا والفرقه انه سمعك يا استاذ انت سمعك يا استاذ. اسمع استاذ تفضلوا. كمال الشام يلا يا مالي طال المطار يا حلوه تعالي. كمال الشام يلا يا مالي طال المطار يا حلوه تعالي. لو المطار طار وطول ولا بتغير ولا بتحول. لو المطار طار وطول ولا بتغير ولا بتحول. شفتوا الاستاذ؟ لا والله. شفتوا الاستاذ؟ لا والله. شفتوا الاستاذ؟ لا والله. شفتوا المدير؟ على شوي. شفتوا المدير؟ على شوي. شفتوا الوزير؟ على شوي. شفتوا لا 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 صلاح مو هيك الكلام استاذ. مو هيك الكلام. مو هيك الكلام. اسمع الكلام استاذ. اسمع تفضل. اسمع تفضل. انا كوني مطرب رح واقف فوق. انت لازم مطرب توقف فوق. اول شيء نبلش. شفتوا الاستاذ؟ واحد اثنين ثلاثة. شفتوا الاستاذ على شوي. شفتوا الاستاذ على شوي. شفتوا المدير على شوي. شفتوا المدير على شوي. شفتوا المحافظ على شوي. شفتوا المحافظ على شوي. شفتوا الوزير هدوا شوي. يا زهير يا عم حدثوا لنا بيتنا هدول. يا زهير زهير كمان شباب ليكن انا راجع شوي ماشي اوكي لاني عندي رندفو. خليل ليش خافوا؟ والله ما بعرف كان عم يقول له هداك شفتوا الشهداء اعلى شوي. شفتوا اعلى شوي. شفتوا المحافظ اعلى شوي. قال له شفتوا الوزير قال له هدوا شوي. قام يا زهير حط لك منه 500 هيك لمين؟ للي بياخذ 500. تعلمتي مثل حكايته لهذا ابو شعر؟ لا مشان اعطيك اياها. لا هي منين جايبها؟ لمين عاطيها؟ دليل يعني لكن. اذا دليل مثل هذا يعني نحن بحشتك. يلا ماشي الحال. شو عندنا اليوم؟ ما بعرف عندنا لوحة ولا ما بعرف شو هي. امشي شوفها لأنه كل مرة بعقل شيء. شو هو مصعود شباب؟ استوز شو شفت مثل شو صرت مثل هدول؟ لك لا لا بدي اخذت ال 500 هود ال 500 جيب لنا السكر وشاي فيها روح ما بتعديها يا استوز. لك هي هيك اخذتها شو بدي اعمل لك يعني؟ خلص يا استوز شكرا. انتاج هي هاي 500 ورا اللوحه اللي اعطيتك اياها وزعتها على الشباب؟ اي وزعتها. يلا شوفي ليك هي هي مو هي 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 بس قولي شوفي قولي شوفي طلع اسمه وزير الحاره. الحاره مش الحال قررنا انه ننتخب وزير للحاره. حلو يعني مشكله العمود المكسور رح تنحل. مو بس مشكله العمود المكسور رح تنحل مشكله الحاره كلياتها من اساسها زباله ومي وعمود الكهرباء المكسور والمجارير كل شيء رح ينحل بالحاره وتصير احلى حاره بكل حارات الشام اكيد لكن. لانه خلقتنا الزباله بالطريق وقدام البيت والمي بالمجاري. والله يا عمي حتى الكهرباء ما عم يجيبوها لانه الشرطان عم بتدق ببعضها عم بتعمل كنطاك. عرفت شلون؟ فهي كلها بكره بدنا نحلوها. يعني حيمشي الحال ان شاء الله بس بدنا ننتخب الوزير. ايه الحمد لله. ومين حاطين بدكم تنتخبوا وزير؟ هلا بكره في اجتماع بالحاره وراح نعمل انتخابات وننتخب وزير واللي بده يرشح حاله هو بيكون الوزير. واكيد انت بدك ترشح حالك. لا يا عمري انا ما راح ارشح حالي. ناقصني انا مسؤوليات مثل مسؤوليه وزير. يا حبيبي بكره بصيروا بيقولوا لي مرت الوزير رشح حالك. يا عمري ما في داعي انا ما بدي احمل مسؤوليه كبيره. خلص انا فكيني انا اللي عم بظبط الامور من تحت لتحت. من تحت لتحت خبرني انا اللي من تحت لتحت. بسم الله.
السلام عليكم. هلا. اسف انا تاخرت بس ما يكون بلشتوا بالانتخابات استاذ. عم استنى حضرتك. يلا منيح لما نطلع من المول بلحوم وصل. يا شباب اهلا وسهلا فيكم باجتماع الحاره لانتخاب وزير. مين بحب يرشح حاله ليكون وزير؟ انت نزل ايدك. انا بقترح وبرشح الاستاذ فاروق يكون وزير للحاره. ايوه شو رايكم؟ برافو 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 برافو. طبعا موافقين. تفضل. انا موافق. تفضل استاذ فاروق. شرف شرف استاذ. تفضل. جاوب محلك. جاوب محلك. ما بدي رحب فيهم بالاول؟ ايه عفوا تفضل. دغري على الخطابات استاذ. نحن جايين نشتغل. صح. عيب استاذ فاروق. طول بالك فاروق بس. فاروق بس. قوم على الكرسي تبعك. قوم يا أهل حارتي. عن جد بشكركم من كل قلبي. يعني بترشيحكم إلي اتفاجأت. أنا ما بعرف إنه هي المحبة كلها من عنكم لإلي. وصدقوني صدقوني أنا ما بعطي فرحتي لحدا. أنك خير المنصبو. أوعى علينا تنصبو. وحبيبكم مين؟ فاروق. وتحبوا مين؟ فاروق. وحبيبكم مين؟ فاروق. تنتخبوا مين؟ فاروق. هلا هاتوا الخطاب. تفضل استاذ. تفضل تفضل. يا أهالي حارتي الكرام. نعم. شكرا وألف شكرا لترشيحكم لي لهذا المنصب. وبإذن الله سوف أعدمكم. لا لا أستاذ. أوعدكم أوعدكم بأنني سأقص رقابكم. نعم نعم أستاذ. ما هي مكتوبة؟ عفوا. أن أقضي رغبتكم. أن أقضي رغبتكم بكل ما تتمنوه. نعم وسوف أحقق لكم مطلبكم الأول وهو العمود المكسور. تنتخبوا مين؟ فاروق. وحبيبكم مين؟ فاروق. تنتخبوا مين؟ فاروق. وثانيا. نعم. سأسدها بوجهكم. لك لا يا أستاذ. ما هي مكتوبة؟ هي ليك مكتوبة. لا يا أستاذ. السند لي بخلفكم. سأقول لكم. إيه؟ السند لي. شو السند؟ السند اللي بخلفكم. اللي بخلفكم يعني بكون وراكم هيك. سأكون السند اللي بخلفكم. سأكون لكم الإيد اليمين. قولوا آمين. آمين آمين. لحظة. فاروق أنا يعني. على كل حال يعني أنا بشكركم على هاي الثقة الزايدة. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله العمود المكسور رح يتصلح. برافو برافو. وكل مطالبكم اعتبارا من هذه اللحظة رح تنفذ بإذن الله تعالى. يعني أستاذ فاروق نحن نتمنى العمود المكسور هذا يتصلح. أول شغلة هاي لازم تكون بالحارة. إن شاء الله سجل عندك يا أبي. سجل العمود. العمود ضروري تصلح يا استاذ. كلياتنا عم تعاني من العمود ولا لا؟ اكيد كلياتنا من العمود يا استاذ. لا حول ولا قوه. سجلها اكيد. والله يا استاذ فاروق انا لي مطلب اخر. تفضل تفضل. يعني يا ريت العمود تجلسوا هذا تصلحوا لانه مكسور. كمان رح سجلها. سجلها انا معلش. اسمحوا لي. اسمحوا لي. اسمحوا لي. شو بدك؟ ما بيصير يا اخي. عملكم اسمحوا لي. سمحنا لك استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تنتخبوا مين؟ فاروق. وحبيبكم مين؟ فاروق. والله استاذ فاروق كان مناسب للمنصب. ايه ايه استاذ فاروق انا رشحته لانه تفضل تفضل يا شعر بيه. تفضل. هو رجل قادر على انه يحل مشاكل الحاره كلياتها. والله انا بعرفه الاستاذ فاروق زلمه فهمان. استاذ
بس استاذ يعني نحن مو على اساس انا جايب الخطاب وانا اللي بدي ترشحه. يا استاذ انت راح نرشحك لمنصب ثاني. اه اي اوكي. اهلا استاذ فاروق، تفضل سعاده الوزير. بعدك بعدك. تفضل سعاده الوزير، تفضل. انا جيت بخبركم وبشركم. نعم. انه رح نبلش باصلاح العمود. الله. ولن نقبل. ولن نقبل بأن ينكسر أي عمود من بعد هذا اليوم. برافو برافو. وأي عمود وأي عمود بيفكر تفكير إنه ينكسر ما رح نسمح. رح نكسر رقبته. لا رح نجلسه بإيدينا. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام. بالتعاون النجاح. صح. بالإصرار. نعم. النجاح. صح. نعم نعم استاذ. المهم. نعم استاذ. قصة العمود ما بقى بدنا نسمحها. بس إلي رجاء عنكم، العمود المكسور بدنا نتعاون على إصلاحه وتجليسه مشان يضوي لأهل حارتي. برافو برافو برافو. استاذ فاروق اسمح لي. بعد عن بعد عن اسمح لي. يا ابني يا ابني ابن حارتي هذا بدي اسمع الوزير اذا سمحت. تفضل تفضل بس خليك بعيد عنه شوي. على عيني. ايوه هون منيح. تفضل. ايه تفضل. عفوا فعدك لفوق فعدك لفوق. لك يا ابني ابن حارتي هذا. ايه تفضل. عفوا استاذ حارتي. السلام يا وزير. انا بدي منك قصه يعني. تفضل. يعني كل هي المشاريع اللي انت مقدم عليها كثير منيحه بس يا ريت تصلح لنا العمود. لا المكسور. لا تشوبر لا تشوبر وانت عم تحكي معه. يا ريت تصلح لنا العمود المكسور. امرك. رجع يا ابني رجع. استاذ انا رح ساهم برفع العمود. احسنت. مين بيساهم كمان؟ تفضل. انا بدي ساهم كمان. بتفضل. لحدهن العمود. احسنت يا بطل. حلو. مين كمان؟ تفضل يا ابني. ما بيحكي يا استاذ. يا حبيبي تفضل يا انت معنا. على كل حال انا رح وزع المناصب عليكم. انت بتوقف العمود ارتاح. انت بتدهن العمود. وانت نعم بتحفر الجورة تبع العمود. انا جاهز انا جاهز لخدمة هاي الحارة. عود. وانت بتجيب للعمود. نعم. وانت عود. اخرس. لا بس اجدب اجدب اجدب. بتجيب مي للعمود. الله يا استاذ متفاعل مع كل فئات الشعب. تمام. حدا له شيء؟ لا. اموركم بخير؟ نعم نعم. ناقصكم شيء؟ كل بدكم شيء؟ بس انا برجع بدي اطلب طلب اذا سمحت. تفضل تفضل لا تقرب علي استاذ. ما وقت توصل. اقعدوا لك. تفضل. يعني يا ريت سعاده الوزير بس ما تنسوا لنا العمود. لا لك يا ابني مكسور. ارتاح على عيني. قررنا من هذه اللحظه العمود رح يتصلح. اسمحوا لي اني اعتذر منكم. بدي غادر. انا رجعت وقلت لكم مشان العمود لانه شفتكم انتم بدكم هالعمود يتصلح. طبعا باذن الله هالعمود رح يتصلح والحاره رح تكون انظف حاره. نعم. معلش سعاده الوزير. معلش سعاده الوزير. الشاب قال لك الاسم. معلش انا بتعاطف مع الفقير ومع الغني مع الفهمان وال من زمان بدنا هيك واحد. قيام 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 لك قيام قيام يا عمو انت. ايه ايه قيام. بس جلوس. شرف. تفضل. الله معك سيادة العمود. الوزير تحياتي. والله يا اخي سيادة الوزير يعني ان شاء الله بس هيك. ان شاء الله. انا كان بدي اطلب منه طلب بس ما كان يسمع لي منيح انه هذا المرافق تبعه. رح تنحل رح تنحل يا استاذ. كان بدي يصلح لي العمود. انا العمود رح يتصلح. رح يتصلح. رح تجي. بدي اروح بلغ مرتي انا. يلا السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. طاح 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 معي. شغيل هذا الزلمه. شو لك سندويش فلافل؟ يطلع معه شيء. انا متاكد من هذا الكلام. ليش رشحنا لك انا؟ انت عندك اتهام؟ لك اكيد كله عندي. طيب قوم لا لك شغله انا برفعه وانت بتتهنوا. يلا الله معكم يا شباب. الله يسلمك. مع السلامه. الله معكم. شو هالحاره المجنونه هي؟ يا سعاد خلصيني يا سعاد. تاخرنا على الاجتماع يا سعاد. حبيبي كأنه هالفاروق طلع مانو قليل ابدا. والله هالفاروق طلع فعلا مالو قليل وفعلا صلح العمود ومبسوطين منه كل اهل الحاره. الحمد انا اللي لله. وصلته انا اللي وصلته لكن لك انت تعرفي جوزك لكن يقبرني انا. تسلمي حبيبي خذني معك على الاجتماع. حبيبتي ما بصير هذا اجتماع لكبارية الحاره.
وأعضاء الحارة ما بصير نحن مجتمعين مع الوزير يكون في نسوان ما بصير ما بصير إيه لكن طيب كم تطولوا شغلة ساعة زمان منحل القصة ومنضلنا جايين طيب ما راح تأخر عليك بدك أعمل لك شيء على الغداء لا يمكن نتغدى بالاجتماع أو أنا شو بعمل بحالي خلاص بيجي بتغدى معك كمان ماشي يلا باي حبيبي الله معك الله يكون معك والله ما أنا قليل أبدا هالفاروق أعزائي المشاهدين من هنا ومن قلب الحدث معكم المراسلة علا من قناة الحارة يسعدني أن ألتقي وزير الحارة الأستاذ فاروق يسعد لي صباحك أستاذ فاروق أهلاً أستاذ فاروق ممكن تحط الأخوة المشاهدين بالصورة الميدانية والحقيقية التي قمتم بها من خلالها بإصلاح الحارة بداية بحب نوه لشغلة كتير مهمة إنه الإنجاز اللي قمنا به من أجل أهالي الحارة لم يكن العمل به لوحدي بل كان هناك أشخاص لهم الشكر الكبير لإصلاح العمود المكسور بداية اسمحي لي اشكر برهان لانه حفر الجوره واشكر ابو سعيد استاذ انا ابو سعيد ومن قناة الحارة نشكر الاستاذ برهان والاستاذ ابو سعيد طبعا برهان حفر الجوره ابو سعيد حاول يرفع العمود ليضعه بالجوره والشكر الاكبر والاكبر بكثير للاستاذ شريف يلي بيستحق فعلا انه نحن نحييه شكرا الوزير نحييك استاذ شريف شكرا استاذ فاروق ما هي خطواتكم القادمه لاصلاح هذه الحاره يعني الحاره الحمد لله ما عاد فيها شيء مزعج يعني برايي انا انه الحمد لله امورهم بخير بعد ما العمود رجع لمكانه ونقول بملاء صوتنا لن نقبل بأي عمود أن يقع مهما كانت الأسباب شكراً أستاذ فاروق شكراً لك على هذه المواقف النبيلة التي قمتم بها لإصلاح هذه الحارة أعزائي المشاهدين عفواً أعزائي المشاهدين شكراً لإصغائكم لهذا الحدث العظيم الذي أثار جدلاً بين الحارات كانت معكم علا باشا من قناة الحارة وشكراً سعادة الوزير يا سعادة الوزير في عندي أبني الله يرضى عليك في عندي يا سعادة الوزير سعادة الوزير أنا كان لازم يصلح العمود هو ما هيك أنا هو صلحه والله هالفاروق مانو قليل عمل مستوصف لأهل الحارة اي والله وعمل لهم مدرسة كمان حبيبتي بغض النظر مستوصف ولا مدرسة جوزي هو الأساس وهو اللي عمل اوكي جوزك شو؟ بعتي عني جاي محلك وانتي نزلي رجلك انتي وعم تحكي معي بنزلي رجلك بس انه جوزك شو دخلك؟ جوزي هو اللي وصل ليصير وزير إذا ما بتعرفي حبيبتي يعني بس مدام بدي أسألك شو قصة الخواريف والطيارات الخضراء طالعة فايتة على الحارة؟ بصراحة جوزي يقبر قلبي ما حب يشغل لي بالي بهيك قصة تافهة عرفتوا كيف أنتي وياها؟ نعم جوزي عم شلون ما بيخبرني عنها هاي؟ أنا بورجي أنا يعني سعيد بجيتكم لعندي على هذا المكتب المتواضع وبحب لكم أهلا وسهلا فيكم وأنا من خلال قراءتي للمطالب والشكوات اللي أنتم مقدمينها لفت انتباهي لشكوى مقدمة من أحد الأشخاص عم يقول فيها أنه مزعوج من ريحة الغنم والبقر وما بعرف شو أنا برأيي يا ريت هالإنسان الفهمان اللي مقدم هيك شكوى يروح يقدمها
للجهات المختصة ليعالجوا له هذا الأمر. أبي كفي إنه أنا صلحتكم العمود وتعبنا من أجل إصلاح العمود. اشغل بالي بغنم وبقر معود. مين مقدم الشكوى؟ حدا عنده شي سؤال؟ أنا نفس الشكوى. مشان شو اسمه؟ سعادة الوزير. تفضل. يعني ما قلت لي السيد شريف ليش واقف قدامك هيك؟ برافو عليك على هذا السؤال. هذا السؤال وجيه، وانت من خلال نظرتي لك رح يكون لك منصب مرموق بالفترة القريبة. جاوبك. الوزير عنده مدير مكتب، عنده سكرتارية، عنده شوفير، عنده مرافق، عنده مختص بالمواعيد، عنده المستشار، عنده كل شيء. أنا شو دوري فيهم دول؟ أنا اللي بقرر يا أستاذ، أنا بعينك أستاذ. بس والله اختنقنا من ريحة الغنم والمسلخ. الله وكيلك يا أستاذ. ألو، لحظة شوي فضيل المكتب. يلا 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 يلا. الطلبات ما بعرف شو صار معك معمل الحليب؟ معمل الحليب كل أموره جاهزة، بس نحنا عم نستنى شوية وقت عم تنطبق الأمور على نار هادية. كان قال أهل حارتي عيشي يا حارة عيشي. فوضى هالدنيا فوضى، وهلأ بدي اطلع حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. فوضى هالدنيا فوضى، وهلأ بدي اطلع حكاية. هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاي. بدنا نحكي عن الهموم، مين الظالم والمظلوم، ونسمعكن غناية ونسمعكن غناية. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت. بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت. بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. شو فيها جنان؟ جن وغني وعل الصوت. عم نحكي عفلاً وفلان، بدنا نحكي بأعلى صوت. هالفوضى شو فيها جنان؟ جن وغني وعل الصوت. عم نحكي عفلاً